بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 77 بعد 100. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على خاتم رسله وأفضل أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، من الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، بيّن الشيخ رحمه الله اختلاف الناس في أفعال الله تعالى وما هو القول الصحيح في ذلك، فقال: نزاع الناس في معنى حديث النزول وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى، مثل المجيء والإتيان والاستواء إلى السماء وعلى العرش، بل وفي الأفعال المتعدية مثل الخلق والإحسان والعدل وغير ذلك. هو ناشئ عن نزاعهم في أصلين: أحدهما أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال فيكون خلقه للسماوات والأرض فعلا فعله غير المخلوق، أو أن فعله هو المفعول والخلق هو المخلوق، على قولين معروفين عندهم. والأول هو المأثور عن السلف، وهو الذي ذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن العلماء مطلقا، ولم يذكر فيه نزاعا، وكذلك ذكره البغوي وغيره مذهب أهل السنة، كذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب أهل السنة، وكذلك ذكره الكلاباذي في كتاب التعرف لمذهب التصوف أنه مذهب الصوفية، وهو مذهب الحنفية وهو مشهور عندهم، وبعض المصنفين في الكلام كالرازي ونحوه ينصب الخلاف في ذلك معهم، فيظن الظان أن هذا ممن فردوا به، وهو قول السلف قاطبة وجماهير الطوائف، وهو قول جمهور أصحاب أحمد متقدموهم كلهم وأكثر المتأخرين منهم، أو أحد قولي القاضي أبي يعلى، وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث وأكثر أهل الكلام كالهشامية أو كثير منهم والكرامية كلهم وبعض المعتزلة وكثير من أساطين الفلاسفة متقدميهم ومتأخريهم. وذهب آخرون من أهل الكلام الجهمية وأكثر المعتزلة والأشعرية إلى أن الخلق هو نفس المخلوق، وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات أنفسها، وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين، إذ قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا وأمثاله. والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق إما قديما وإما حادثا، فإن كان قديما لزم قدم كل مخلوق وهذا مكابرة، وإن كان حادثا فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به، وإن لم يقم به كان الخلق قائما بغير الخالق وهذا ممتنع، وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر ويلزم التسلسل. هذا عمدتهم. وجواب السلف والجمهور عن ذلك بمنع مقدمات ذلك كل بمنع مقدماتها كل طائفة تمنع مقدمة وتلزمهم ذلك إلزاما لا محيد عنه. أما الأولى فقولهم لو كان قديما لزم قدم المخلوق، يمنعهم ذلك من يقول بأن الخلق فعل قديم يقوم بالخالق والمخلوق محدث، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث، وقالوا: أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد، كذلك الخلق هو قديم أزلي وإن كان المخلوق متأخرا، ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق، وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. وأما المقدمة الثانية وهي قولهم لو كان حادثا قائما بالرب لزم قيام الحوادث به وهو ممتنع، فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث وأساطين الفلاسفة وكثير من متقدميهم ومتأخريهم وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية، وقالوا لا نسلم انتفاء اللازم. وأما الثالث
فقولهم وإن لم يقم به كان الخلق قائما بغير الخالق وهذا ممتنع، فهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. فمنهم من قال بل الخلق يقوم بالمخلوق، ومنهم من يقول بل الخلق ليس في محل كما تقول المعتزلة البصريون، فعل بإرادة لا في محل، وهذا ممتنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة. وأما المقدمة الرابعة وهي قولهم الخلق حادث يفتقر إلى خلق آخر، الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل، فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم، كأبي معاذ التمني وزهير الأبري والهشامية والكرامية وداود بن علي الأصبهاني وأصحابه وأهل الحديث والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره. قالوا إذا خلق السماوات والأرض بخلق لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق آخر، ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئته وإن كان ذلك الخلق حادثا. ثم أجاب رحمه الله عن المقدمة الخامسة وهي قولهم إن ذلك يفضي إلى التسلسل، بأن الحي لا يكون إلا فعالا كما قال البخاري، وذكره عن نعيم بن حماد وعثمان بن سعيد وابن خزيمة وغيرهم، ولا يكون إلا متحركا كما قال عثمان بن سعيد الدارمي وغيره، وكل منهما يذكر أن ذلك مذهب السلف. قالوا وهذا تسلسل في الآثار، والبرهان إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين، فإن هذا مما يعلم فساده بصريح المعقول، وهو مما اتفق الفقهاء على امتناعه. وأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم كلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته، فهذا هو الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها. والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع، وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام ذلك بذات الله كما يقوله أئمة المسلمين وسلفهم. ولذلك قالوا إن ذلك ممتنع، والذين قالوا إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام المحدث في الإسلام من الجهمية والمعتزلة. ومن هنا يظهر الأصل الذي تبنى عليه أفعال الرب تعالى اللازمة والمتعدية، وهو أنه سبحانه هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته أم لا. فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف أهل الكلام والفلاسفة جواز ذلك، وذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والكلابية من مثبتة الصفات إلى امتناع قيام ذلك به. ثم بين الشيخ رحمه الله أن دوام نوع الحوادث والأفعال هو قول أئمة أهل السنة والحديث القائلين بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وأن كلماته لا نهاية لها، ويقولون بأنه لم يزل فعالا كما يقوله البخاري وغيره، ويقولون الحركة من لوازم الحياة، فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلا كما يقوله الدارمي وغيره. وقد روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن جعفر ابن محمد الصادق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لما خلق الله الخلق، فقال لأن الله كان محسنا بما لم يزل فيما لم يزل إلى ما لم يزل، فأراد الله أن يفيض إحسانه إلى خلقه وكان غنيا عنهم، لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة، ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل، فمن أحسن كافأه بالجنة ومن عصى كافأه بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما ونحو ذلك، قال كان ولم يزل ولا يزال. انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله في هذه الحلقة، وحاصله أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله سبحانه، وأنه لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء، وأن أفعاله قديمة قدم ذاته سبحانه وباقية بقاء ذاته سبحانه لا نهاية لها ولا بداية،
والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.